بكم في قناة مساء الأخبار، وأهلا بكل المتابعين والمشتركين في فيديو جديد وأهم ما يحدث الآن في الدول العربية والعالمية. ياريت نقعد كده في مكان هادي ونسمع مع بعض آخر الأخبار بسرعة اللي حاصلة دلوقتي. ولكن قبل ما نبدأ بفكر حضراتكم بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وياريت نعمل لايك وشير للفيديو عشان يوصلكم كل جديد. أول خبر معانا زي ما انتم شايفين كده من مطار بيروت في لبنان، وللأسف موضوع الكهرباء جاي بمشاكل كبيرة جدا للدولة. يعني اهو الخبر لسه نازل من حوالي ساعة، رئيس مطار رفيق الحريري: بنعمل بالمولدات ونأمل عودة الكهرباء. يعني تخيلوا مطار دولي كبير زي ده شغال بالمولدات، مفيش كهرباء. تداولت منصات التواصل الاجتماعي في لبنان خلال الساعات الماضية صور ومقاطع فيديو عن انقطاع التيار الكهرباء عن مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، اللي بيشهد حاليا حركة مسافرين نشطة خلال موسم الصيف تزامنا مع عودة المغتربين. وفي اتصال مع مدير عام الطيران المدني رئيس المطار فادي الحسن، كشف لموقع سكاي نيوز يوم الخميس النهاردة ان الامور في المطار ماشية كويس جدا لغاية دلوقتي، على امل ان يعود التيار الكهربائي بسرعة. اما بالنسبة للفيديوهات والصور اللي نازلة على منصات التواصل ان اطفاء الاضاءة واجهزة التكييف وكل الحاجات دي، الموضوع مش صح، والفيديوهات دي متاخدة من قبل كده، لكن هم حاليا بالفعل بيواجهوا مشكلة في الكهرباء وشغالين بالمولدات. ويغرق لبنان منذ مساء الأربع في الظلام بعد توقف محطتين للكهرباء الرئيسيتين في شمال وجنوب البلاد نتيجة نقص السيولة المالية اللازمة لتشغيلها. وبيقول احنا في حالة طوارئ وصلنا لها النهاردة، ومشغلين المطار على الطاقة المتوفرة من المولدات الخاصة علشان نقدر نشتغل على ما كانت عليه قبل أزمة الكهرباء. ومفيش أصلا مطار في العالم بيشتغل على المولدات لفترة طويلة، الحل هو عودة التيار في أسرع وقت ممكن. من ناحية تانية، كشف مصدر في طيران الشرق الأوسط أن الصور المنشورة زي ما أنا قلت لكم قديمة وما بتعبرش عن واقع الحال الآن، والمطار شغال حاليا بأربع مولدات ضمن خطة الطوارئ، وبتمنوا أن الكهرباء يعني تيجي، أن بعد المولدات دي لو يعني الوقود اللي عندهم ده خلص يعني بعدين هيمشوا إزاي. فالدنيا مقلوبة. وحاليا ميقاتي رئيس الوزراء قال ان الحكومة هتدفع بحد ادنى 7 مليون دولار من اصل 70 مليون عليهم، يعني مستحقة للشركة المشغلة على شركة كهرباء لبنان عشان يشغلوا فيها المؤسسات الرسمية والاساسية في البلاد منها المطار. الدنيا مقلوبة في لبنان، بلد زي دي كان فيها الفلوس وفيها كل حاجة، فجأة افتقرت فلوسها للأسف، الناس اللي فيها طلعوا بيها وهربوا. الخبر اللي بعد كده على موقع سكاي نيوز من حوالي كام ساعة، قوات سوريا الديمقراطية أو قصد بتعلن عن مقتل أحد قادة داعش في مدينة الرقة. أعلنت قوات سوريا الديمقراطية الخميس مقتل قائد ميداني لداعش في عملية مشتركة مع قوات التحالف الدولي في مدينة الرقة، ومعهم كمان جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق. عملوا عملية أمنية محكمة وخاصة في مركز مدينة الرقة، استهدفت أحد زعماء تنظيم داعش الإرهابي اسمه إبراهيم العلي الملقب بأبي مجاهد، وهو المسؤول العام في المنطقة الشرقية. تم تنفيذ العملية بعد مراقبة دقيقة ومستمرة لتحركات المتزعم الإرهابي، حيث تمكنت وحدتنا وبدعم ومراقبة جوية من قوات التحالف الدولي من اقتحام المبنى اللي بيتحصن فيه، وبدأ بإطلاق النار على العناصر وحدتنا، واضطرت وحدتنا للتعامل معه بالمثل ما أدى إلى مقتله. ولقوا في بيته كمية من الأسلحة والذخائر والمعدات العسكرية. فده خبر مهم برضو حبينا نعرضه على حضراتكم. الخبر اللي بعد كده من الأخبار العاجلة عن المملكة العربية السعودية، للمرة الثانية حريق هائل يشتعل في مستشفى الحبيب بالرياض. مصدر الخبر زي ما انتم شايفين صحيفة المناطق السعودية. ده منظر الحريق دلوقتي في مستشفى قيد الإنشاء، منظر صعب جدا، ربنا يستر ان شاء الله ويقدروا يطفوه. تعرض مستشفى الدكتور سليمان الحبيب في الرياض لحريق هائل يوم الخميس للمرة الثانية،
ووثق مقطع فيديو متداول لحظة نشوب الحريق في المبنى تحت الإنشاء في الرياض، حيث اندلعت النيران وتصاعد الدخان الكثيف من المبنى، وأثار الحريق الذي نشب في المبنى المرة الثانية الذعر بين المتواجدين في المكان، فيما لم تصدر الجهات المختصة حتى الآن أي بيان رسمي حول تفاصيل الحادث. ده شكل الحريق من الفيديو المتداول. أما على موقع المصري اليوم هنتكلم بقى عن الحالة في ليبيا وصلت لإيه وآخر التطورات. دلوقتي توكالا والدبيبة بيبحثوا أزمة طرابلس وسط تحذيرات من تجدد الاقتطال بضواحيها الجنوبية. زي ما انتم شايفين الصورة دي صورة الدبيبة اللي على ناحية الشمال، وده توكالا اللي ماسك دلوقتي الحكومة أو مجلس الرئاسة، وبيحاولوا يهدوا الأمور لأن الوضع كان زي ما انتوا شايفين كان متأزم، والوضع ما هديش غير لما طلعوا لهم الراجل اللي كانوا قابضين عليه اللي هو كان رئيس لواء ثلاث أربعات محمود حمزة. وأول ما طلعوه من السجن بدأت الاقتطال يهدى والهدوء عاد إلى الشوارع، ولكن بيقولوا هدوء حذر، بيتمنوا إن الموضوع ما يرجعش تاني. والنهاردة حصل لقاء بين الجانبين علشان يحاولوا يهدوا الموضوع ويشوفوا الشروط الجانب ده والجانب ده علشان ما يحصلش اللي حصل امبارح. لمدة 48 ساعة كانت ليبيا في مرحلة خطرة جدا من الاقتطال، غير ان حصيلة اولية قالوا 55 ماتوا واكتر من 150 شخص اتصاب. فده برضو خبر مهم تم نقله على موقع المصري اليوم. برضو من الأخبار المهمة النهاردة في دولة أوروبية على صحيفة الوئام الإلكترونية، ألمانيا يا جماعة بتعاني من الفيضانات والأمطار الغزيرة وحاجة صعبة جدا فوق متخيله. الخبر زي ما انتم شايفين أكبر مطارات ألمانيا بتغمر المياه بعد فيضانات هائلة. ده منظر المطار دلوقتي في فرانكفورت بسبب الفيضانات، وأدت الفيضانات التي ضربت غرب ألمانيا إلى إلغاء عشرات الرحلات الجوية من وإلى مطار فرانكفورت أكبر مطارات ألمانيا، وذلك بعدما غمرت المياه الشوارع وأسقطت الأشجار. وضربت مساء أمس الأربعاء عاصفة عنيفة جنوب غرب ألمانيا مصحوبة بأمطار غزيرة وأكثر من 25,000 برق في غضون ساعة، يعني حاجة زي كده مرعبة جدا. تخيلوا كده في ساعة واحدة نزل على الناس 25,000 برق، ما دفع أكبر مطارات ألمانيا لإلغاء 90 رحلة وغير مسار 23 أخرى للهبوط في مطارات أكثر أمنا. يا ريت إخواتنا اللي في ألمانيا من العرب والجاليات يطمنونا عليهم في وسط هذه الأجواء المقلقة. كمان على صدى البلد خبر بيتكلم عن وزير الخارجية الإيراني حاليا في السعودية، أكدنا العزم على تطوير وتعزيز العلاقات مع السعودية. أفاد نبأ عاجل نقلته وسائل محلية سعودية بكلمة وزير الخارجية الإيراني أمير عبد اللهيان، وقال أكدنا العزم على تطوير وتعزيز العلاقات مع السعودية. وأضاف وزير الخارجية الإيراني في مؤتمر صحفي عقد مع نظير السعودي أثناء زيارته للسعودية إن العلاقات مع السعودية تسير في الاتجاه الصحيح وبتشهد تقدم، وأجريت مباحثات مثمرة في الرياض، ونسمن دور المملكة في المنطقة. يعني زي ما انتم شايفين السعودية وإيران في دلوقتي علاقات ما بينهم بعد قطيعة استمرت لعقود. أما الخبر بعد كده على موقع سكاي نيوز، بهذه الدولة أمر بإجلاء عاجل لسكان العاصمة المحاصرة بالنار. طبعا ربنا يحمينا ويبعد عننا النيران والحرائق. أصدرت السلطات الكندية أوامر بإجلاء المقيمين في مدينة اسمها يلو نايف عاصمة الأقاليم الشمالية الغربية في كندا من امبارح بالليل، يعني ليلة الأربعاء، مع اقتراب حرائق الغابات من المدينة التي يقطنها 20,000 شخص. وقالت الحكومة أن سكان المناطق الأربعة الأكثر عرضة للخطر يجب أن يغادروا في أقرب وقت ممكن قدام السكان المناطق التانية مهلة لغاية يوم الجمعة الظهر، يعني بكرة، عشان يمشوا لأن الحرائق بتقرب عليهم وفي خطر عليهم. وقالوا بدون هطول أمطار من الممكن أن تصل الحرائق إلى ضواحي المدينة بحلول نهاية الأسبوع، وفي حال تسبب الدخان في حجب الرؤية سيتم مرافقة أولئك الذين يغادرون يلو نايف على الطريق السريع عبر منطقة الحرائق النشطة. وتسبب أكثر من 200 حريق
في اشتعال منطقة كبيرة بالأقاليم الشمالية الغربية. وقال كده مسؤول في كندا عن الحريق يعني ان في 8 مجتمعات عايشين هناك، اكتر من 6800 شخص يعني او 15% من السكان تم اجلائهم بالفعل. واغلقت السلطات العديد من الطرق السريعة ونظم في الأقاليم الشمالية الغربية ما وصفوا مسؤوليه بأنه أكبر جسر جوي في تاريخ المنطقة. بقى يمشوا الناس عن طريق الطيارات لأن الطرق نفسها اتقفلت بسبب الحريق. وبيساعد أفراد من الجيش الكندي رجال الأطفاء في نقل الأشخاص اللي تم إجلائهم على متن الطائرات. وشهدت كندا عدد قياسي من حرائق الغابات هذا العام، حيث احترق أكثر من 21,000 كيلو متر مربع من الأرض، وده عدد يعني مهول. ربنا يرحمنا طبعا والموضوع ده ينتهي على خير. الخبر اللي بعد كده برضو مش هنبعد عن كندا كتير. بطريقة غير متوقعة الصين بتعاقب كندا، يا ترى عاقبتها ازاي وليه؟ استثنت الصين اللي بتعد مصدر رئيسي للسياح كندا من قائمة الدول التي يسمح للمجموعات السياحية الصينية بزيارتها لقضاء العطلات، وفق ما أفادت سفارة الصين لدى أوتاوا يوم الأربعاء، وذلك على خلفية المواقف الكندية المناهضة لبكين. ورفعت بكين الأسبوع اللي فات حظر بيعود لفترة كوفيد على الرحلات السياحية ضمن مجموعات للصينيين إلى عشرات الدول منها أمريكا، ألمانيا، اليابان وأستراليا. كان في حظر إن هم يسافروا للدول دي، ولكنها تجاهلت كندا، يعني هي رفعت الحظر على دول كتير ما عدا كندا ولم تدرجها في القائمة. وقالت السفارة ان السبب وراء التجاهل ان الجانب الكندي اثار مرارا ما يسمى بالتدخل الصيني، يعني هما بتدخلوا يعني طب انتم متضايقين مننا بقى هنروح نعمل لكم ايه بقى. فهم راحوا ايه قفلوا عليهم الحنفية. برضو بالنسبة للصين قبل قمة كامب ديفيد، روسيا والصين بيشهروا هذه الأسلحة الجديدة. دلوقتي في سباق للتسليح كان روسيا والصين أو أمريكا والاتحاد الأوروبي أو اليابان وكوريا الجنوبية القريبة من الصين. هذا الأسبوع توالي كشف الصين وروسيا عن أسلحة متطورة بتتضمن غواصات ومدمرات خارقة، في حين بيتجهز قائد الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية لقمة ثلاثية في منتجع كامب ديفيد برضو بيبحثوا فيها تعاونهم الدفاعي ضد مين؟ روسيا والصين. وطبعا في قائمة كبيرة بالأسلحة مش هنقعد نتكلم ايه هي، ولكن من الواضح ان روسيا والصين مش ساكتين وبيحاولوا يبينوا قدراتهم. وبالعكس صحيح امريكا واليابان وكوريا الجنوبية بيعملوا نفس الطريقة. اما بقى عن برضو الصين وامريكا، استطلاع بيكشف نسبة تأييد الامريكيين لحظر موقع تيك توك او بتطبيق تيك توك الصيني. وليه؟ يؤيد ما يقرب من نصف الامريكيين البالغين فرض حظر على تطبيق تيك توك المملوك لشركة صينية، وذلك بحسب استطلاع اجرته رويترز ومؤسسة ابسوس للابحاث. بتضمن ايضا اسئلة بشأن مخاوف الامن القومي والصين. وبيواجه التطبيق المملوك لشركة بايت دانس الصينية العملاقة للتكنولوجيا، وبيستخدموا عشرات الملايين من الامريكيين دعوات من المشرعين الامريكيين لحظره على مستوى البلاد بسبب احتمال استغلال الحكومة الصينية له. وقال حوالي 47% من المشاركين في الاستطلاع الذي اجري يوم الاثنين والثلاث انهم بيأيدوا لحد ما حظر استخدام تطبيق التواصل الاجتماعي تيك توك في امريكا، بينما عارض 36% الحظر ولم يذكر 17% رأي محدد. ايضا خبر على سكاي نيوز، بعد موافقة امريكية اسرائيل بتبرم اكبر صفقة عسكرية مع المانيا، وامريكا وافقت لهم على الصفقة دي لانها كده بتساعدهم بطريقة غير مباشرة. وهنفهم ازاي. قالت وزارة الدفاع الاسرائيلية الخميس ان امريكا وافقت على بيع منظومة ارو 3 للدفاع الصاروخي لالمانيا في صفقة بتبلغ قيمتها 3.5 مليار دولار. وفي شهر 6 اللي فات قالت وسائل اعلام اسرائيلية ان البرلمان الالماني وافق على دفعة مقدمة حوالي 600 مليون يورو للجيش الاسرائيلي علشان يقدروا يحضروا لهم او ينتجوا لهم صواريخ ارو 3 دي في صفقة بتبلغ قيمتها الاجمالية 4 مليار دولار.
لتكون أكبر صفقة في تاريخ إسرائيل. وبتنبع الحاجة إلى الموافقة الأمريكية على الصفقة من حقيقة أن نظام أسلحة تم تطويره على أساس المساعدة المالية اللي بتقدمها أمريكا لإسرائيل بحسب المصدر ذاته. تعال نفهم الموضوع أكتر بطريقة غير يعني بسرعة عشان الوقت بتاع حضراتكم. من الآخر كده، ألمانيا طلبت من إسرائيل أنها تاخد صواريخ متقدمة اسمها R3 قيمتها 3.5 مليار. إسرائيل ما تقدرش تدي التقنية دي لألمانيا من غير موافقة أمريكا. الكلام ده من شهر 6 اللي فات. لسه أمريكا موافقة السنة دي أو موافقة الشهر ده، كان مش عارفين ياخدوا الفلوس، لكن بعد ما أمريكا وافقت راحت ألمانيا هتبتدي تديهم باقي المبلغ وهم هيسلموا لهم الصواريخ. فبكده أمريكا ساعدت إسرائيل بطريقة غير مباشرة بأنها تديلها مساعدة مالية وتخليها تقدر تعمل أكبر صفقة أسلحة في تاريخها. أما الخبر اللي بعد كده عن النظام الدستوري في النيجر، سيستعاد بكل الوسائل. هم إكواس دول مش ساكتين، وهم وراهم أمريكا وفرنسا والدول الأوروبية. من جديد لوحت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا إكواس الخميس بتدخل عسكري وشيك في النيجر، والتي شهدت انقلاب عسكري قبل أسابيع أطاح بالرئيس محمد بازوم. والخميس أكد مفوض السلام والأمن في إكواس عبد الفتاح موسى أن النظام الدستوري في النيجر هتتم استعادته بكل الوسائل المتاحة. وبفعلا بدأوا يعملوا اجتماعات من أول النهاردة وكمان بكرة علشان ممكن يعملوا حاجة اسمها قوة احتياطية، هيبدأوا يجهزوها علشان من أجل تدخل محتمل لو الدبلوماسية ما عملتش اللي هم عايزينه. لأن هم قالوا ما زلنا نعطي فرصة للدبلوماسية، لكنه أكد أن جميع الخيارات مطروحة على الطاولة، وان المجلس العسكري اللي هم المنقلب في النيجر بيتظاهر انه مستعد للمحادثات، ولكن اللي انتوا شايفينه ده كله عبارة عن هم بيدوا تبريرات للانقلاب وكمان بيحطونا قدام الامر الواقع. واذا فشلت جميع الحلول في النيجر فان قوة اكواس جاهزة للرد. فده موضوع برضو مهم. اما بقى اللي بيحب الفضاء والاكتشافات الفضائية، مركبة لونا 25 الروسية بتلتقط الصور الاولى لفوهة زيمن بالمنطقة القطبية الجنوبية المعتمة من القمر. في منطقة كده سودة محدش بيروحها في القمر، مفيهاش اي نور. مركبة روسية قدرت تروح هناك وقدرت تصور لنا اول صور لتلك المنطقة. أعلنت وكالة الفضاء الروسية روس كوزموس على التقاط مركبة لونا 25 الفضائية الصور الأولى لفوهة زيمن بالمنطقة القطبية الجنوبية على الجانب المعتم من القمر. ودي صورة اهي زي ما انتم شايفين من الجانب المعتم. المفروض الجانب ده مظلم خالص مفيهوش نور، لكن قدروا ان هم يصوروه. وقالت روس كوزموس ان المركبة التقطت اليوم الساعة 8:30 بتوقيت موسكو صورة بتظهر الفوهة القطبية الجنوبية على الجانب المعتم، وبتتوافق احداثيات مركز الحفرة مع خط العرض. وبتعتبر الفوهة دي موقع فريد على سطح القمر، وهي ذات اهمية كبيرة للباحثين، حيث يصل ارتفاع النتوء المحيط بها ل 8 كيلو فوق سطح القاع المسطح نسبيا. وأشارت روس كوزموس لأن الصور اللي تم الحصول عليها بتكمل بشكل كبير المعلومات أو بتكمل بشكل كبير المعلومات المتوفرة حاليا حول هذه الفوهة. وأضافت الوكالة أن تم قياس تدفقات أشعة جاما والنيترونات من سطح القمر، وتم الحصول على معلومات حول خصائص بلازما الفضاء والغاز والغبار الخارجي في المدار حول القمر. دي معلومات مهمة ممكن ما تهمناش احنا في حاجة، ولكن نقدر نقول ان الاكتشافات دي ممكن تؤدي الى حاجة فيما بعد، الله اعلم. شكرا لحضراتكم، اتمنى الفيديو يكون عجبكم. فيديو طويل ولكن في الاخبار المهمة اللي حصلت حوالينا كان في الدول الاوروبية او في العالم، طبعا في الدول العربية. نشكر حضراتكم على حسن استماعكم وانتباهكم لكل الاخبار. اتمنى الفيديو يكون عجبكم. ما تنسوش الاشتراك وتفعيل الجرس، وياريت نعمل لايك وشير للفيديو عشان يوصلكم كل جديد من قناة مساء الاخبار.